ادفنتج اللي هو المميزات اند ادفنتجز والعيوب. اول حاجه عندي الكارت. يس كارت ات از يوزد فور ترانسبورتنج جودز اند باسنجرز. طبعا الكارت دي كنا بنستخدمها زمان لنقل البضائع وكمان نقل الركاب الاشخاص عادي. It keeps the environment clean. المميزات بتاعتها ان احنا من ضمن مميزاتها اللي هي طبعا بتحافظ على البيئه نظيفه جدا، يعني مش بتسبب تلوث للبيئه. طب يا ترى ايه عيوبها بقى؟ It is slower than cars. هي ابطا من السيارات. Horses may get tired over time. يعني مع الوقت طبعا الحصان بيتعب. طبعا دي عيوبها. المميزات ان هي it keeps the environment clean and والعيوب وكمان it used for transporting goods and passengers. دي مميزات. اما العيوب بتاعتها هي ابطا من السياره and horses may get rid tired over time. وممكن طبعا الحصان بيتعب مع الوقت. طب البايسكل ايه المميزات عندنا في البايسكل؟ advantage it increases the muscle strength، بتزود قوة العضلات. it keeps the environment clean، وبتحافظ على البيئة نظيفة. disadvantage العيوب it is designed to carry one or two passengers. هي صممت ان هي ممكن تشيل شخص او اتنين فقط. it is slower than cars. طبعا هي ابطأ من ايه؟ ابطأ من السيارة. طبعا دي عيوبها. طب جازولين كار، يا ترى ايه بقى مميزات الجازولين كار؟ It is fast، هي سريعة. So we can move quickly from one place to another. اقدر اتحرك من مكان بسرعة لمكان تاني. ايه عيوبها؟ عيوبها it causes air pollution and noise pollution. طبعا بتعمل تلوث للهواء وكمان بتعمل دوشة ضوضاء صوتها يعني. And it is expensive، وكمان غالية. اخر حاجة معانا الالكتريك كار الادفنتج بتاعتها ايه؟ يعني it keeps the environment clean، يعني بتحافظ على نظافة ايه؟ نظافة البيئة. it is fast، هي سريعة. so we can move quickly from one place to another. اقدر ان انا اتحرك بيها من مكان لتاني. طب عيوبها ايه؟ disadvantage it is more expensive than gasoline car. هي اغلى اصلا من العربية الغاز، هي اغلى منها. عندنا اسئلة؟ نمبر 1 نفضل cars and bicycles pollute the environment. يعني الكارتس اللي هي العربة بحصان وكمان البايسكلز الدراجات بيلوثوا البيئة. true or false؟ صح. بيلوثوا البيئة pollute the environment. يعني الدراجة والعربة بحصان هي دي بتلوث البيئة؟ No false. Yes, no, false. It's okay. أسيل؟ Yes. Yeah, cars Car. are slower than Ah. cars. No. Yeah, الكارتس اللي العربية بالحصان أبطأ من السيارة العادية. True or false؟ True. Yeah, right, true. Thank you. اتفضلي يا شهد. سعد، البايسكل is used for transportation goods and passengers. أنا بستخدم الدراجة أنقل بيها بضائع وركاب. الدراجة أستخدمها لنقل بضائع وركاب. Yes, cool. دارين، اتفضلي يا دارين. A cart increases the muscles strength. الكارت العربة بحصان هي اللي بتقوي العضلات بتاعتنا. فولس. يا فولس. لينا نمبر 5. لينا، gasoline and electric cars keep the environment clean. يعني العربية الغاز والكهربائية والغاز كمان بتحافظ على نظافة البيئة. Right. Wrong. Gasoline car is wrong, wrong. Yeah, electric car yeah keep the environment clean, but gasoline no false. It's okay, Islam. A gasoline car is faster than cars and bicycles.
الجهاز الانقاذ، العربيه الغاز is faster، اسرع من الكار to the bicycle، true or false؟ صح. That's true. Steel an electric car is less expensive than gasoline car. العربية الكهربائية أرخص من العربية الغاز. الكلام ده صح؟ True or false؟ دور مين يا بس؟ Steel. أنا؟ آه يا سيل. ماشي. Yeah. يبقى an electric car is less expensive than a gasoline car. True or false? يا سيدي يعني العربية الكهربائية أرخص من العربية الغاز. True or false؟ هي مش أرخص، هي مش less expensive than، هي more expensive than. So it's false. أوكي اتفضلي يا شهد. شهد معايا. Electric car and space keep the environment clean. العربية الكهربائية وإيه تاني بتخلي البيئة نظيفة؟ من إحنا الوسائل اللي إحنا أخدناها إيه يا ترى؟ ممكن أكتب إيه يا شهد؟ عيني. Yes, لا ممكن اقول كارت. يس رايت كارت. يا كارت. ثانك يو، شكرا ليكي. اتفضلي يا دريم. cars are faster than space speed and space. الكارز السيارات اسرع من ايه ومن ايه يا دريم؟ يا كارز ار فاستر ذان ايه؟ الكارز اسرع من ايه وايه يا دريم؟ اتفضلي. ها بايسكل اند كارت. يا كارت اند بايسكل. اوكي ثانك يو. فهد جازولين كارز يوزز سبيس اند سبيس بولوشن. تفضل تلوث ايه وايه يا شهد؟ الجازولين كارز سعد كان يقول لي سامعيني. Yes. يعني جازلين كارد كوز سبيس اند سبيس بولوشن، تلوث ايه وايه؟ Huh? يعني بتسبب يا air and air pollution وايه تاني؟ and noise pollution. noise okay لينا. number four horses pulling cart may space through time. يعني الأحصنة اللي بتسحب أو بتجر الكارتس من المحتمل إن هي مع الوقت إيه؟ تتعب. تتعب معناها يا لينا. حاولي تتعب يعني إيه؟ لينا كان يورمي سامعاني؟ في اسلام. يا may speed through time. يتعب يعني ايه اسلام؟ ها يا سعد لا بتتعب يعني الاحصنه بتتعب مع الوقت. تتعب دي بقى معناها ايه يا اسلام؟ ما الأصحاب بتتعب ازاي يعني؟ أو يعني مع مرور الوقت مثلا لما الاحصنه اللي بتجر الكارتس العربيه دي تتعب. بتتعب بقى معناها ايه كلمه تتعب؟
معنى تتعب بولت لا اسمها بوليو tired يا اسلام، هي tired tired. تفضلي يا اسيل. نمبر 5، cart is used for transporting. الكارت بيستخدم في نقل ايه وايه يا اسيل؟ بنقل بيها ايه وايه؟ حاجتين بنقل بالكارت، لا هي العربيه اللي بتجرح حصان. يا بستخدمها في نقل ايه وايه؟ بسم الله. الباسنجرز الركاب، وايه تاني؟ او البضائع. باسنجرز اند ذا جودز، البضائع والاشخاص والركاب يعني. باسنجرز اند جودز. دارين أي يا بايسكل انكريزز ذا سبيس سترينث، يعني الدراجة بتزود من قوة ايه يا دارين؟ نسويس يا رايت ماسلز، رايت ماسلز. هل هي بتقول ده؟ عندهم لن تشوف نيكست بيج اسلام ارضا. yes. في نيكست بيج. Why people need transportation؟ اسم الدرس معانا، ليه الناس بتحتاج transportation؟ إن read and learn. People use means of transportation to move from one place to another or to transport goods or around the world. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الناس بتستخدم وسائل النقل علشان تتحرك بيها من مكان لآخر أو تنقل البضائع بتاعتها في أي مكان حول العالم. في أي مكان حول العالم. يا بس يا بس المفروض دلوقتي عندنا حصة كونكت بلس. ما أنا عارفة يا إسلام، يعني إحنا هاخد بس جزء معين بعد كده هقفل السيشن ونرجع للكونكت بلس، ما تقلقش. أخلص بس في جزء معين عايزة أخلصه في الديسكفر، أخلصه وآخد بريك، بعد ما آخد بريك هرجع للكونكت بلس، ما تقلقش تمام؟ طيب نكمل؟ يا Why do people need transportation؟ ليه الناس بتحتاج وسائل النقل؟ نمبر 1، young people go to schools by bus، يعني الناس الشباب طبعا بيستخدموا الباص عشان يروحوا بيه الايه؟ المدرسه. adults الناس الكبيره خالص البالغين need transportation to go to work، بيحتاجوا وسائل النقل عشان يروحوا بيها العمل. people need transportation to visit friends and family، يعني ايه؟ الناس بتحتاج وسائل النقل عشان تزور بيها أصحابها وأصدقائها. Transportation is used to move goods from where they are made to where they are sold. يعني وسائل النقل بتستخدم لأنقل البضائع بتاعتي من مكان صنعها للمكان اللي هيتباع فيه. دي كلها إيه؟ يعني why do people need transportation؟ ليه بحتاج transportation؟ الأطفال بيحتاجوه عشان يروحوا المدرسة، والكبار عشان الشغل بتاعهم، وكمان إحنا ممكن نزور أصحابنا وقرايبنا واصحابنا والعيله بتاعتنا عن طريق برضه وسائل النقل. ومش بس كده، كمان البضائع بتاعتنا بنلاقيها من مكان تو انذر، من مكان صنعها الى مكان ايه البيع بتاعها. طبعا الدرس سهل قوي. نكست اللي بعده هنتكلم عن جودز بشكل مخصص، البضائع. يا هنتكلم عن يا ريد اند ليرن ذن انسر ذا كويستشن. انا عندي كلمه تريد، الكلمة دي معناها ايه؟ تريد معناها تجارة. تريد تريد تريد. اوكي، يعني ايه كلمة تريد؟ It is buying or selling goods and service. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عبارة عن شراء او بيع البضائع والخدمات. دي التجارة، اللي هو انا ببيع واشتري بضائع يا ولاد، دي تجارة. انا ببيع حاجة او اشتري حاجة، دي اسمه ايه؟ ايه التجارة. طب البضائع دي نوعها ايه؟ ممكن البضائع اللي انا بتكلم عنها دي لينا لايك، ممكن تكون فود، طعام،
كلوز، ملابس، فرنيتشر، اثاث، دي كلها جودز. يبقى الجودز لايك تشيكن، كلوز، اند فرنيتشر، اثاث. طبعا دي البضائع. وعندي حاجه اسمها سيرفيس، الخدمه، الخدمات. الخدمات دي زي ايه؟ الخدمات دي زي عندنا سيرفيس ذات وي ويل باي اور سيل، سوينج، بولدينج. الخدمه انا ممكن اشتريها او ابيعها، زي مثلا الواحد الشخص اللي بيبني. طبعا دي سيرفيس، خدمه، يعني دي مش حاجه انا ببيعها ماديه بايدي، لا انا بعملها. يا سوينج، سوينج معناها ايه؟ الخياطه، دي سيرفيس. يبقى انا عندي بضائع، البضائع دي حاجه ملموسه انا بشتريها او ابيعها. اما الخدمات اللي انا بقدمها، يعني انا دلوقتي تيتشنج، انا دلوقتي بدرس لكم، هل دي بالنسبه لكم جود بضاعه ولا سيرفيس، خدمه؟ اسلام، انا بسال دلوقتي اسلام، تيتشنج التدريس دلوقتي ده يعتبر ايه يا اسلام؟ يا ده سيرفيس، خدمه، ولا جود، ولا جودز بضائع؟ خدمة. يا سيرفيس. يس، كده احنا فهمنا الفرق بين الحاجتين. People trade، يعني الناس بتتداول exchange with each other to get the goods and service they want. يعني الناس بتتاجر مع بعض او بتتبادل مع بعض عشان تحصل على الخدمات ايه، او البضائع اللي هم عايزينها. People use money، الناس بتستخدم النقود to make trade easier، علشان التجارة تبقى بشكلها اسهل. طب زمان بقى كانوا بيستخدموا ايه يا ولاد في التجارة اصلا؟ In ancient times، في قديم الزمن، زمان، yeah، before the concept of money even existed، people traded goods in exchange for other goods. This called bartering. الكلام ده معناه ايه؟ زمان يا ولاد قبل ما يخترعوا العملة، قبل ما يكون في فلوس، كانوا البضائع كانوا بيعملوها مع بعض. يعني مثلا انا عايزه من الاسلام قمح، تمام، انا عشان اخد من الاسلام قمح، انا هدي الاسلام ايه، رز، فانا هدي الاسلام رز وهو يديني بداله قمح. دي اسمها المقايضه، ده اسمها كانوا بيقايضوا بعض. دي كانت طرق التعامل زمان. انا مثلا عايز خبز، عايز عيش من حد، انا عندي جبن مثلا، انا بصنع جبن في البيت، او انا عندي لبن، انا عندي افكار، فانا هعمل ايه؟ اعمل اكسشينج، تبادل، ادي لحد لبن واخد بدل اللبن ده الحاجه اللي انا عايزاها مثلا. فده كان زمان بيعملوا ده. يبقى زمان قبل اختراع النقود كانوا بيعملوا ايه، اكستشينج، اللي هو اسمه ايه الكلام ده، اسمه بارترينج. بارترينج يعني ايه بارترينج؟ المقايضه، المقايضه، انا بديك بضاعه، باخد بضاعه مقابل ايه؟ انا ممكن مثلا اكون محتاجه تي شيرت، اجي ادي الاسلام اقول له خد البنطلون ده اسلام انا مش محتاجاه، وهدي تي شيرت من عندك. فده اسمه ايه، مقايضه. طبعا الكلام ده امتى؟ قبل طبعا ما يتم اختراع العمله. طب نيكست بيج، البيج اللي بعدها، يا ترانسبورتيشن ميكس تريدر ايزير، يعني طبعا وسائل النقل طبعا خلت التجاره اسهل بكتير. تخيلوا، طب ازاي كان ممكن يكون في تجاره بدون ان وسائل النقل زمان يا ولاد قوي؟ كان مثلا ممكن بيستخدموا الجمال، فالجمال مثلا عشان يستخدموها في التجاره كانت بتقعد فتره طويله جدا عبال ما تصل المكان بتاعها. طبعا دلوقتي بقى عندنا حاجات تانية كتير، عندنا مثلا ممكن نستخدم المية اللي هو الووتر، طبعا استخدم السفينة باي شيبس. المسافات البعيدة ممكن استخدم التراكس اند ترينز، القطارات والشاحنات. يا ماونتين، طبعا لو في مثلا مكان فيه هضاب او كده، استخدم طبعا بلين، الطيارة هي انسب طريقة يعني. طيب البيج دي لو سمحتوا اكتب عليها هوم ورك 104، 104. طبعا دي عبارة عن أسئلة عن الجزء اللي احنا قرأناه مع بعض. آخر صفحة ناخدها مع بعض البيج دي، وبعد كده ناخد بريك ونرجع لكم في الدرس. يا رايت بارتر if the situation needs barter for trade or money if situation needs money for trade. طيب هنكتب مع بعض، ده الجزء سهل قوي. هنكتب في الصورة دي، هل هي بتعبر عن مقايضة تريد ولا ماني؟ طيب اتفضلي يا أسيل، أول صورة يا أسيل. Yeah, this boy has money. الولد ده has money، معاه فلوس. أحمد بيد، أحمد دفع تقريبا يا LE 15 for a ball. For money or barter؟ هاي دليل يا ياسين، ده money or barter؟ برضه لا لا، بيدفع فلوس. قلنا لو انا هاخد الحاجه، البضاعه مقابل فلوس، دي اسمها ماني. اما لو انا هاخد بضاعه قصاد بضاعه، يعني حاجه قصاد حاجه، دي اسمها بارتر، تمام؟
تمام. ادي اسمها ايه يا دارين؟ يا اسيل ولا ايه؟ ماني اور باتر؟ يس ماني. يا رايت هير ماني. اوكي اتفضل يا اسلام. منى تريدت يا رانيا ادول فور ا كار. رانيا هتاخد الدول يعني مقابل الكار، ده اسمه ايه يا اسلام؟ ماني اور ولا بارتر؟ مقيد يا يبقى اسمها بارتر. اسمها ايه يا اسلام؟ باشا. يس بارتر. رايت بارتر. ثانك يو. لينا. لينا يس تيشر. يس. سارة تريدت سوها a chicken for a fish. يعني سارة بتعمل تبادل يعني تجارة، السوها التشيكن قصاد الفيش، ده ايه؟ ماني اور باتر؟ ماني لا فين الماني في الموضوع؟ مفيش ماني اي فلوس. بارتر يا باتر. بارتر يس باتر. اوكي اوكي اتفضلي يا همس. معانا يا همس؟ ايوه. يا امجد بيد 10 باوندز فور فيجيتابلز. يعني امجد دفع 10 جنيه مقابل الخضروات، ده بارتر اور ماني؟ ماني يا ذاتس رايت ماني. اتس اوكي ولا ذاتس انف فور توداي؟ ها خلصنا البيج دي؟ يس كلنا خلصناها؟ يس 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 اتس اوكي ولا ذاتس انف فور توداي؟ كفايه كده على على الجزء ده؟ انا خلصت النهارده. هناخد بريك دلوقتي يا ولاد بالظبط 7 دقايق، تمام؟ وهنرجع تاني بالظبط ونص، يعني احنا هنرجع دلوقتي الساعه 12 ونص بالظبط، هنرجع اللي ناخد كونكت بلس على اللينك الموجود عندنا. اتفقنا؟ اتفق. اوكي يا ولاد، سي يو افتر 7 مينتس. اشوفكم بعد 7 دقايق بالظبط. جود باي.